أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأكبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ
إذن عليها غبر ترهقها قتر أولئك هم الكفرة الفجر. حسبك. اقرأ من أول سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسع هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما من أوتي كتابه فصب عليهم ربك صوت عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما إذا مبت اسمع فأما فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه